يقول السائل: هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة كلما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم؟ نعم، من المواطن التي يشرع الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فيها عند ذكره، كما في حديث: من ذكرت عنده يا محمد فلم يصلي عليك دخل النار، وكذلك حديث البخيل: من ذكرت عنده فلم يصلي علي، قال صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فيستحب الصلاة الإكثار، يستحب الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ويتأكد ذلك عند ذكره. ويجب الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة التشهد الأخير، التشهد الأخير من الصلاة، وهي الصلاة الإبراهيمية، هذا ركن من أركان الصلاة. نعم.